الله على بركة الله. السلام عليكم خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناة مامون بيبي. عدت لكم من جديد أخوتي أخواتاتي وبعضلات قوية، الحمد لله والشكر لله. سبحانك وتعاليت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. دائما أخوتي أخواتاتي قولوا هذه راها حل لكم باش تخرجوا من أي مأزق، من أي مشكل. راه سيدنا يونس عليه السلام قالها هو في بطن الحوت. المهم أنا بخير وعلى خير، تناكل بزاف كما العادة، وبغيت نقول لكم أخوتي أخواتي بأن اليوم الله يرحم لكم الوالدين، قبل ما نبدأ هذا الفيديو الهضرة في السياسة، اليوم الجمعة ديروا سورة الكهف. هذه حاجة. حاجة أخرى ديروا سورة البقرة قبل ما تنعسوا، راه سورة البقرة تتجرع للشياطين وتتفسد السحر. عقلوا على هاد الهضرة اللي قلت لكم. مرة ماجية إن شاء الله غادي نوريكم واحد الحاجة، ما عرفش أنا شنو سميتها، تنشريها دائما ما تتخطانيش، بحال واحد النبات تيجري مي تتبخروا به تيجري على الشياطين، ما فيه لا سحر لا شعوذة لا والو. نبات عندي تنشريه دائما تي مي تطلقوه، هاد النبات هذا تيحرق مي تتشعليه تيحرق الشياطين. يعني اي شيء، اي لعندكم شي حاجه دايرينها لكم السحر ولا هذا، تتفسد لهذاك الساحر، وماشي غير داك الشيء، ينقلب السحر على الساحر. انا غادي نوري لكم وغنوريكم كيفاش تشعلوه وكيفاش تصرفوا ما فيه هذاك. تنقول لكم هذا راه ماشي سحر ولا وصفه سحر، لا، هذا نبات تيزول السحر. وشكون اللي قال لي انا على هذا الشيء؟ تتعرفوا حنايا عندنا الهنود الحمر، وهاد الناس هادو تيفهموا في داكشي ديال النبات والغابه وداكشي. كاينين اللي تيمشيو لعند هاد الناس هادو باش تيخسروا شي واحد الساحر لهم، تيخسروا داك السحر لهداك العدو باش ما يبقاش ينفع فيهم. وكاين اللي ما تيمشيوش لعندهم غير مثلا تيستعملوا هذا النبات هذا اللي غنقول لكم عليه في الفيديو اللي مور هذا. انا تنشعلو نقول لكم الصراحه، والو السحر كله اللي تدير اسم زروالي هي والاتباع ديالها اللي معاونينا ضدي ما تتنفع حتى حاجه، والو والو. بالعكس غنوريكم الشكل باش داكشي تيرجع في الساحر، تيرجع فيه هذاك. علاش انت اسم زروال الامور ديالك غاديه في الطواليت، فهمتي؟ لان اي حاجه درتيها والو ما غينجح لك، والو، لان تديري لي السحر باش تغلبي عليا. انا تنشعل نبات وتنقول جوج كلمات والامور ديالك كلها تتفسد، فين ما درتي يديك تيفسد، فين ما درتي رجليك تيفسد، انتي واي واحد مكلفه، انتي او الاقرباء اللي دايرين بك مكلفين اي واحد باش يدير لي السحر، تيفسد لكم كل شيء. فهمتي دابا اسم زروع علاش الامور ديالك غاديه زيرو؟ النهار اللي غادي تتقي الله الامور ديالك غادي تمشى، وانت ما عمرك ما غتتقي الله، ولهذا فالامور ديالك ما عمرها ما غتمشى. المهم كانت هذه هي المقدمه اخوتي اخواتاتي. علاش جيت نهضر لكم؟ جيت نهضر لكم على محمد السادس، الخطاب اللي دار راكم شفتو. سمحوا لي الماكينه تتعصر، الصداع ديالها عاد دابا بدات تدير صداع. المهم الخطاب ديال محمد السادس، الا لاحظتوا محمد السادس ما بقاش يقدر يدير الخطاب طويل، ما بقاش قادر يدير الخطاب ديال نص ساعه او ساعه. محمد السادس الحاله ديالو يورث عليها، محمد السادس مريض بزاف، وعاد هانتوما تتشوفوا اخوتي اخواتاتي.
شوفوا داك التسممات اللي تتعطيه أسماء زروال هي وعمير طاهر وناصر بوريطة، راكم شفتوا داك الحالة اللي وصل لها. وهذه المرة الثانية وانا تلاحظ هذا الخطاب الثاني اللي الكاميرا ديال القصر ما تتبينش اليدين ديال محمد السادس. علاش؟ لان راكم شفتوا وقع له مسكين بحال الشلال في الايدي ديالو، الايدي ديالو راكم شفتوا ملي تيجي مطلع ليدو الكرافاطه باش يقادها، ملي تيجي عاود مهبط يدو تيهبطها بشويه وتيطلعها بشويه. شفتوا الحاله ديال محمد السادس يرتلاها من نهار حليت هاد القناه وانا تنهضر لكم على هاد الشيء، وتا واحد ما بغى يسمع، يعني القليل اللي سمعوا تاقوا. ودابا ها نتوما تتشوفوا دابا جاكم كلامي، هاد الهضره قلتها لكم من نهار حلينا هاد القناه. ايوا دابا نتوما تتشوفوا امام اعينكم. الاعمار بيد الله، غير انما الصحه ديال محمد السادس وهادشي اللي تنشوفوه دابا يرتلى. هادشي صراحه شي هادشي لا يبشر بخير، هاد الصحه ديالو ماشي. الاعمار بيد الله، حنا دائما تنتمنى وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يعتقو، غير انما الواحد ني وصل ما يقدرش يهز يديه، ما يقدرش يقلب الورقه بواحد السهوله اللي تيقرا فيها، ما يقدرش يطلع يديه، ما يقدرش يطلع يديه للكرافطه ويهبطها بواحد السهوله. فاش غنقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل. في اسماء زروال عمير طاهر وناصر بوريطه، اش غنقول لكم؟ هادشي ما عندي ما نقول لكم، ما عندي ما نقول لكم. هادشي كله علاش؟ باش اسماء زروال هي والجماعه ديالها يهربوا المليارات ويبنيوا القصور في الخارج، باش الى تقلبات الموازين واحد النهار غادي غير يقبضوا الطياره ويزيدوا في حالتهم، وعندهم المليارات في الابناك في الخارج، وعندهم المشاريع في الابناك في الخارج، وعندهم بنين داكشي اللي بنين في الخارج فين يعيشوا. والمغرب رحمه الله، المغرب ليه الله، والمغاربة ليهم الله. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ننتظروا الفرج، لان الفرج تيجي من عند سيدي ربي. هادشي اللي كاين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في ناصر بوريطة، حسبنا الله ونعم الوكيل في عمير طاهر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الجروة الكحلة ديال هاد الجوج اللي هي أسماء زروال اللي تتزني معاهم بجوج.